تسل. واحد بيقول هل النبيذ المصنوع في البيت، مصنوع في البيت يعني واحد بيعمل نبيذ في البيت، والمحتوي على خمير البيرة وفنجان سبيرتو أبيض يعد من الخمور التي لا يليق بالمسيحي شربها، ولماذا؟ كون انك تعمل نبيذ في البيت دي كارثة كبيرة يعني. وطبعا ما دام فيه فنجان سبيرتو يبقى فيه كحول يبقى خمر، وممكن ان السبيرتو ده كل ما يتعتق النبيذ تزداد كمية الكحول اللي فيه. وانتوا ليه بتعملوا في البيت حاجات زي كده؟ مش كويس ابدا الكلام ده، لا تشربوه ولا تعملوه في البيت، الحاجات دي مش كويسه. سؤال: كيف ان لعازر المسكين بعدما مات كان يتنعم في النعيم في حضن ابونا ابراهيم رغم ان الخلاص لم يتم، وان ابونا ابراهيم كان في الجحيم في هذا الوقت، وكيف ان الغني كان يرى ابونا ابراهيم ويكلمه؟ في الحقيقه في كلام كتير بيقول على المثل ده ان هو بيعطي فكره عما ينبغي ان يحدث فيما بعد، لكن حتى لو كان حادث الكتاب ما قالش ان ابراهيم ولعازر عايشين في النعيم، ما قالش كده، قال ان الملائكه حملت لعازر الى احضان ابراهيم. وطبعا الناس في مكان الانتظار الراقدين، الناس الراقدين على رجاء بيكونوا عايشين مبسوطين، ولو انهم زي ما بيقول الكتاب لم ينالوا المواعيد، ولكنهم من بعيد رأوها من بعيد وصدقوها. فطبعا ما نقدرش نقول ان ابونا ابراهيم كان تعبان، ابونا ابراهيم كان مبسوط وراقد على الرجاء حتى قبل الخلاص، بس بعد ما تم الخلاص على الصليب نقل الى الفردوس. سؤال: ماذا يقصد الكتاب المقدس بيوم الرب؟ يوم الرب يعني يوم الاحد اللي موجودة في سفر الرؤيا إصحاح واحد، كنت في الروح في يوم الرب. واليونانيين يسموا يوم الأحد كيرياكي، كيريوس يعني رب، كيرياكي يعني بتاع ربنا، فبيسموا يوم الأحد كيرياكي اللي هو يوم الرب. سؤال تاني بيقول: هل حرام أن أقول مع الكاهن أثناء القداس؟ يعني تبقى إيه، كاهن شريك ولا صدى صوت ولا ايه حكايته؟ ما يصحش يا حبيبي ابدا في الهيكل تقول صلاة القداس، ما يصحش. ان كنت عايز تصلي صلاة القداس في الهيكل ربنا يوفقك وتمرن نفسك، وجايز لو اتكرست لربنا تقدر تقول لما تترسم قسيس، لكن ما دام ما اترسمتش لسه الكلام ده ما تقدرش تقول الحاجات دي. واحد بيقول: أنا شاب في العشرين من العمر وأمر الآن بفترة فتور، فقدت فيها في داخلي كل موازين الإيمان بعد أن كنت حار جدا، إني أبحث في داخلي عن أسباب هذا الفتور فلا أجد إلا أن العقل هو السبب، فكيف يصبح العقل دافعا إلى الإيمان وليس باعثا إلى الفتور؟ العقل جهاز من الأجهزة، إذا سار في طريق الرب ممكن أن يكون مقويا للإيمان، وإذا انحرف العقل مثلما انحرفت عقول كثير من الفلاسفة ممكن أن يقود إلى الإلحاد. ده جهاز تستخدمه في الخير وتستخدمه في الشر، زي الإرادة جهاز تستخدمه في الخير وتستخدمه في الشر، زي القلب ممكن تستخدمه في الخير وتستخدمه في الشر. المهم مش في العقل، المهم في مسيرة العقل إلى أين هو يسير،
هل بيصير في طريق سليم ولا بيصير في طريق منحرف؟ طاقة موجودة حسب ما توجه. أما من جهة أسباب الفتور فكتبت لكم عنه في كتاب الحروب الروحية، ممكن تقرأ الفصل ده في الكتاب. واحد بيقول ما دام الباب قد أغلق بالنسبة للميت مثلما ذكر في عظاتكم السابقة، فما فائدة الصلاة على الميت وكذلك ذكره في القداسات وكذلك عمل قداس خاص له؟ واحد بيقول برضو هل يجوز عمل قداس للإنسان المتوفى في أي يوم من أيام السنة غير الأربعين أو السنوية، وكذلك هل زيارة الموتى حرام أم حلال؟ نقولهم مع بعض السؤالين دول. من جهة عمل قداسات للميت ممكن تجوز في أي يوم من أيام السنة، ما يهمش لأربعين ولا سنة ولا غيره، في أي يوم من أيام السنة يجوز عمل القداسات. بل إن احنا في قداساتنا العادية بنعمل ترحيم من أجل جميع الموتى بعد صلاة المجمع، بنقول أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم إلى آخره. ففي ترحيم بيقال على الموتى في كل يوم نتعمل فيه قداس، وفي كل مرة بنصلي صلاة أوشية الإنجيل بنطلب من أجل نياحة الموتى أيضا، وأيضا في صلواتنا في الأجبية بنصلي من أجل الموتى. فكل يوم الكنيسة بتصلي من أجل الموتى. ده أول سؤال، هل زيارة الموتى حرام أم حلال؟ إذا كنت تزور المقابر من أجل أن تستفيد روحيا تبقى حلال، من أجل الندب واللطم ورجوع الحزن يبقى حرام. يعني شوف أنت بتزور عشان إيه؟ ناس كتير جدا بيستفيدون من ذكرى الموت. القديس الأنبا أنطونيوس استفاد من موت أبيه وكرس نفسه، والقديس الأنبا بولا استفاد من جنازة شافها في الطريق وكانت سبب تكريسه، والقديس أبو مقار مرة كان نايم وحطت جمجمة تحت راسه واستفاد من الحكاية دي. مش تعمل كده انت، تخوفهم في البيت يعني بيحصل. فإذا زرت الموتى لكي تستفيد من جهة تشعر بفناء العالم وبطلان الدنيا وإن الموت ده نهاية كل حي وإنك هيجي لك يوم إن شاء الله بعد عمر طويل، لو قلت عمر طويل مش هتستفيد، هو المهم إنك تستفيد كل يوم وتخلي الموت قصاد عينيك. الكنيسة بتخلينا نذكر الموت في صلاة النوم في كل يوم في الأجبية، بنقول لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة إلى آخره. فممكن الواحد يذكر الموت كل يوم ويستفيد منه. يجي بقى بيقول ما دام الباب أغلق بالنسبة للميت إيه فايدة الحاجات دي؟ إحنا بنقول الباب أغلق بالنسبة للميت يعني ما عندوش مجال انه يتوب بعد ما يموت. ادي حكايه الباب اغلق، ما فيش فرصه للميت انه يتوب بعد ما يموت، ما دام مات خلصت الحكايه. لكن احنا بنعمل قداسات من اجل ان ربنا يرحمه مش من اجل انه يتوب. ده الصلاه من اجل التوبه نصليها من اجل الاحياء ان ربنا يديهم توبه، لكن الواحد الميت ما فيش فايده. بس بنطلب ان ربنا يرحمه بالنسبة لأعماله السابقة على اعتبار ان يوم الدينونة لم يأتي بعد. يوم الدينونة في القيامة العامة يأتي السيد المسيح، يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. إذن الدينونة لسه،
ومذكور ان المسيح ياتي على السحاب ويجلس على كرسي مجده ويجتمع امامه جميع الشعوب الى اخره، ويخلي دول عن يمينه ودول عن يساره، كل دي في القيامه العامه. فما دام ودي موجوده في متى 24 ومتى 25، ما دام الدينونه لسه ما جاتش وهي في القيامه العامه، فبنطلب نقول يا رب اللي توفوا دول لسه ما جاش يوم الدينونه، فريح نفسهم في اليوم الاخير. لكن اللي مات في خطيته، يعني واحد مات وهو ملحد او مات في حاله شريره، ما فيش فايده. يعني واحد حرامي وهو بيسرق وقع من على الماسوره اللي بيتشعلق عليها ومات، ما نصليش عليه مهما عملت له اداليس. واحد مثلا بيتاجر في المخدرات ودخل في معركة مع البوليس ومات فيها، ما نصليش عليه، ده مات في خطيته. واحد مات وهو بيرتكب جريمة ايا كانت، ما نصليش عليه. واحد مات منتحر، لا نصلي عليه الا لو كان فاقد العقل اثناء انتحاره. فاللي بيموت في خطيته ما بنصليش عليه لان اغلق الباب، لكن نسيبها لربنا. سؤال تاني، واحدة بتقول انا خادمة في الكنيسة ولكن بسبب خطأ معين رفضوني من الخدمة ومن الكنيسة، وتركت اب اعترافي وذهبت لاخر ولكن الخدمة في دمي، كل ما اروح كنيسة يقولوا لي هات خطاب من الكنيسة اللي كنت فيها. وبعدين تركت الحاجات دي كلها وراحت لكنيسة غير أرثوذكسية، فهل تصرفي صح؟ ده يبقى رفضوكي صح. شوفي يا بنتي، إذا كنت خلوك تترك الخدمة من أجل خطأ، فاعتبري هذه العقوبة نافعة لخلاص نفسك. روح الأب اعترافك اللي كنت معاه وقولي له أنا غلطت في الحاجة الفلانية، اديني قانون توبة ومهدني للخدمة مرة أخرى، لأنك أنت اللي تركتيه مش هو اللي تركك. وأب اعترافك الجديد احكي له الحكاية، أما الكنيسة اللي رحتيها فما فيهاش أب اعتراف، مين هيرشدك؟ ولا تظني ان الخدمة هدفا هي هدف في ذاته، الخدمة وسيلة لروحياتك لكن ليست هدفا تضيعي في سبيله عقيدتك. خليك عاقلة وكويسة، ان كانت الخدمة بتجري في دمك، العقيدة ما بتجريش في دمك، لازم تنقي دمك كويس. سؤال، واحد بيقول للأرواح بعد الموت هل تقدر أن تذهب إلى مكان كانت تحبه أو شخص عزيز عليها؟ شوفوا، عايز أقول لكم حاجة، الموت الذين يموتون نوع من نوعين، إما أبرار لإما أشرار. إن كانوا أبرار وذهبوا إلى الفردوس، مش معقول يسيبوا الفردوس عشان يجوا يقابلوا ناس على الأرض، وإلا يبقى الفردوس عندهم ملهوش قيمة يعني، ولا تبقى الأرض عندهم ألذ من الفردوس، ودي أمال راحوا هناك إزاي؟ إن أرادوا أن يروا أحدا من هؤلاء ممكن الروح تبصر، ربنا يسمح ليها إنها تشوف من غير ما تنزل. أو لو كانت الحكاية عن الحب شديد قوي، ربنا يشوف لهم طريقة من عنده بدون ما الروح تنزل يعني. وغالبا الأرواح التي تكون في الفردوس
تمتعها بالفردوس لا يجعلها تفكر في الدنيا وما فيها، ولكن تستطيع أن ترى بالروح وهي في مكانها. إن كان شخص شرير يبقى محبوس في الجحيم ولا يستطيع أن يخرج منها علشان يتمتع برؤية أقاربه. وفي قصة الغني ولعازر، لا هو قدر يروح ولا حتى واحد، ولا لعازر يروح يكلم أهله. لكن تجوال الروح من حتة لحتة ده كلام مش في العقيدة المسيحية أبدا، وليس له أي وجود في أي آية من الكتاب. واحد بيقول أحيانا وأنا في الصلاة أو قراءة الكتاب المقدس أشعر بأشياء تخترق ذهني وأسرح فيه، فماذا أعمل لكي لا يحدث ذلك؟ حاول أنك تصلي بعمق وتصلي بفهم وتصلي بحرارة وتركز في الصلاة. ومعلش يعني ساعات السرحان بيكون للمبتدئين، كل ما تتدرج في الصلاة هتنجو من هذا الأمر. ويريد تمهد لصلاتك بعمل روحي، يعني ما تجيش من العالم على طول ومشاغل الدنيا وتقعد تصلي على طول. قبل الصلاة اقرأ لك كتاب روحي، اقرأ حاجة في الكتاب المقدس، قل لك ترتيلة، قل لك لحن، اعمل لك نقلة كده تنقلك من مشاغل الدنيا إلى العمل الروحي. واحد بيقول أجاب يسوع وقال له الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. ما معنى الولادة من فوق وكيف يشعر الإنسان بالولادة الجديدة وما هي العوامل أو الخطوات لكي تتم الولادة من فوق؟ وهل للإنسان دور للولادة من فوق؟ كل الأسئلة دي جات لك من كتاب بروتستانتي أي 1000%. المسيح قال الولادة من فوق هي الولادة من الماء والروح، وهو بيكلم نيقوديموس، معناها انك انت بتولد في المعمودية ولادة جديدة، وطبعا بتشعر في المعمودية وانت بتتغطس، او قالوا لك وانت طفل انك انت تغطست. اما تسمية البعض بالتوبة انها ولادة جديدة، ده تسمية غير سليمة، لان التوبة عملية من تجديد الحياة أو تجديد الذهن، ولكن في المعمودية بتأخذ تجديد الطبيعة. ولو كان كل مرة تتولد من فوق يبقى هتتولد ولا 20 مرة، لأن الواحد بيتوب ويقع وبيتوب ويقع وبيتوب ويقع، كل مرة يتوب فيها يقول اتولدت. الولادة من فوق هي المعمودية. ما تقراش الكتب اللي تتعبك. واحد بيقول أرجو أن تقنع والدتي أن نصوم من أول الصيام. بالعلم أننا صايمين 4 جمعة. أرجو أن والدته لا تقف في طريقه الروحي. أنا أفهم أن الأم القديسة تقود أولادها إلى القداسة، لكن الأم اللي تمنع أولادها من الصوم تبقى عايزة تربي أجساد بدون أرواح. تنبسط أن الواد يزيد وزنه، صدقوني في الصوم بيزيد وزنهم أكتر بصراحة. يعني في قصة دانيال في الصوم صحته كانت أحسن، لكن الأم اللي تقعد حزينة وتبكي وتقول ابني هيتحرم من البيت وجبنا 40 يوم وتعيط وتبقى حكايتنا حكاية، دي حنية غير مقدسة، حنية غير مقدسة. أرجو من الأمهات إن كل واحدة تحب ابنها
يعني مش بس تحب ان صحته الجسدية تكون كويسة، انها تحب ايضا روحياته تكون نامية ويكون انسان بتاع ربنا. ولو علمت ابنك انه ما يصومش، ممكن هيجي وقت الولد ده يبقى مش مظبوط ويتعبك في البيت، لكن لو ابنك كان راجل بتاع الكنيسة هيحصل ان هو يريحك في البيت وما تتعبيش في تربيته. وليه ترتكبي خطية بانك تمنعي اولادك عن حياة مقدسة؟ ليه تعملي كده؟ كان عندك فرصة قبل الصوم تحشي فيه زي ما انت عايزة وتديله رصيد من البروتين وال يكفيه طول مدة الصيام. وبدل ما تديله البروتين بطريقة خبزنا كفافنا، اديله البروتين بطريقة خبزنا الذي للغد، يعني تحوشي له شوية بروتينات يقعدوا معاه. الصوم ليس ضد الصحة، والنباتيون كانوا في صحة أقوى من الناس العاديين، وبكثرة السمن والدهون والشحوم بيحصل ان نسبة الكوليسترول بتزيد في الجسد، والانسان ياخد له شوية شحم، وبعد كده ابنك ولا بنتك ده توديه يعمل له رجيم وتدفع عليه فلوس عشان يرجع لوضعه الطبيعي. خليك عاقلة وكويسة. هو تروح تضربيه في البيت وتقولي له انت احرجتني في الاجتماع، انا لا قلت على اسمك ولا حاجه وما اعرفوش. واحد بيقول اذا كنا لكي ننجح لابد ان نضع الله قوه اساسيه في حياتنا، فبماذا نفسر نجاح الملحدين في حياتهم العمليه؟ الله لا يظلم الملحدين، لكن منهم تركوه ما بيظلمهمش فبينجحوا. لكن النجاح في الحياة المادية مش كل حاجة، جايز ينجحوا في حياتهم المادية ويضيعوا في السماء. ومع ذلك أي إنسان بيذاكر ينجح. ربنا لا يضطهد الذين لا يعبدونه ويسقطهم، إذا كان مذاكر بينجح حتى لو ما كانش بتاع ربنا. بس اللي بيكون مع ربنا، ربنا بيديله مساعدات أخرى، يعني يكون عقله متفتح، ما ينساش اللي ذاكره، ما يرتبكش أثناء الامتحان، ما يفهمش الأسئلة غلط، يعني حاجات زي كده. لكن انت فكرك ربنا يعني لو واحد ما صلاش يروح مسقطه في الامتحان؟ اللي بيسقط في الامتحان بيكون بسبب انه مش مذاكر، مش ربنا بيضطهد الناس، ما بيحصلش. واحد بيقول اريد ان اسال عن شيء، وهو كيف سقط العلامه اوريجانوس مع العلم انه هو الذي شرح الانجيل وعمليه تجسد والفداء لفلانه، وهل هو الذي قيل عنه سقطت ايها البرج العالي الى اخره. ممكن ان علماء يسقطون، وغالبية الهراطقة كانوا اذكياء وكانوا علماء. اريوس كان اشهر واعظ في الاسكندرية، وطاخي كان رجل جبار في القسطنطينية ومن اعلم الناس الى اخره، ونسطور كان من العلماء ايضا. احيانا العلم ينفخ، واذا تخلت النعمه عن الانسان ممكن المعرفه تقود، المعرفه الخاليه من النعمه يعني ممكن تقود الى السقوط. فأوريجانوس كان عالما، ولكن كثره قراءه كتب الفلسفه المنحرفه ضيعته. ياما في ناس كبار
ومن قراية الكتب الغريبة تجيلهم أفكار غريبة يستسلموا ليها ويضيعوا. ولذلك يحتاج من يقرأ أن يكون عنده حكمة وإفراز فيما يقرأ، لأن كثيرين سقطوا وكانوا جبابرة، كانوا جبابرة. دنستور كان بطريرك، ومقدونيوس كان بطريرك، وأريوس كان قسا كبيرا وسقط معه كثير من الأسقفة، صاروا الأسقفة الأريوسيين. يعني علم الإنسان أو رتبته لا يمنعه من السقوط، ممكن الإنسان يسقط، وخصوصا إذا انقاد إلى أفكار غريبة وتشبع بها، أو إذا اعتد بذاته وفكره. وأكبر حماية للشخص من السقوط تواضع القلب، لأن الإنسان المتواضع ممكن يقول جايز أكون غلطان، لكن الإنسان لو تعجرف من جوه ومش ممكن يعتبر أنه غلطان ممكن يقع في الهرطقة. وإريجانوس كان عالما، وربما من قراءة بعض كتب الفلسفة والحاجات دي سقط. ومع ذلك لو كان عنده تواضع قلب وسمع لرأي الكنيسة كان تنازل عن أخطائه، لكن يقول إزاي أقول إن أنا غلطان وأنا العالم العلامة إلى آخره، ده اللي ضيعه. واحد يقول خطبت بنت من أقاربي ولكن حصلت مشاكل بين العائلتين وتم فسخ الخطوبة، ولكن أنا وخطيبتي لم تكن بيننا وبين بعض خلافات، ومكتوب في محضر الفسخ لا يجوز لك الاقتراب منها في المستقبل أو في الحال، فأرجو أن توضحوا لي هل إذا تصلحت الأمور فيما بعد هل يمكن الرجوع إليها مرة أخرى، وإيه رأيك في الكلام اللي مكتوب في محضر الفسخ؟ اللي موجود في المحضر ده معناها وإنتوا خطوبتكم مفسوخة ما تقتربوش لبعض يعني، لكن مش معناها أنكم ما ترجعوش. وياما بيجوا ناس ويفسخوا الخطوبة ويرجعوا تاني، ما فيهاش حاجة يا حبيبي، إن رجعتوا لبعض ألف بركة وما يجراش حاجة. الكنيسة لا تحرمكم من بعض إذا كنتوا بتحبوا بعض وتحبوا أنكم تفسخوا فسخ الخطوبة. إيه الحكاية؟ عايزين تحضروا الصلح بينهم ولا إيه؟ هل الخطايا عند الله متساوية؟ طبعا لا، وأنا نشرت إجابة عن السؤال ده، الخطايا ليست متساوية. فالضرب طبعا مش زي الأكل، وإلا لو واحد ضرب واحد ولقى إن خطيئته زي الأكل يقول أخلص عليه بالحكاية بقى. إذا كان العدل العالمي ما بيخليش الخطايا متساوية في عقوبته، فهل عدل الله اللي يفوق كل عدل يخلي الخطايا متساوية؟ يعني معقول اللي يخطئ بالفكر زي اللي بيخطئ بالعمل؟ معقول اللي يفكر في السرقة زي اللي يسرق فعلا؟ الكتاب بيقول الله يجازي كل واحد حسب أعماله، والأعمال بتختلف يبقى المجازاة تختلف. واحدة بتقول أنا تزوجت من 3 سنوات وما زلت بكر إلى آخره، روحي قبل المجلس الإكليريكي عندنا واكتبي طلب وقولي كل اللي أنت عايزاه، وهو يفحص موضوعك بالتفصيل ويريحك. واحد بيقول نعلم أن الروح القدس هو روح الله، ولكن جاء في الرؤيا 4:5-6 أمام العرش 7 مصابيح نار متفدة هي 7 أرواح الله، مقصود بها 7 رؤساء الملائكة، أرواح من الله لكن مش مقصود روح الله، لأن الله روحه روح واحد هو الروح القدس. نكتفي بكده دلوقتي. أريد أن أحدثكم اليوم
عن طيبة ربنا. ربنا ليه صفات كتيرة كويسة، ومن ضمنها إنه طيب، من ضمنها إنه طيب. والكتاب بيقول طيب هو الرب للذين يترجونه. يعني إيه ربنا طيب؟ الطيبة عند ربنا مزيج من المحبة والوداعة. يعني هو وديع ولطيف ومحب، عشان كده بيبقى طيب. وطيبة ربنا جزء من طبيعته. وهكذا كان قبل أن نكون. من أجل طيبة ربنا ما حبش يكون لوحده وخلق الإنسان. ومن طيبة ربنا إنه قبل ما يخلق الإنسان خلق له كل حاجة. خلق له كل حاجة. خلق له الشمس والقمر والنجوم والأرض والأنهار والبحار، وخلق له النبات والحيوان، وعمل له كل حاجة وضبها له على الآخر. بل طيبة ربنا مش من جهة الإنسان بس، من جهة الحيوان أيضا. قبل ما يخلق الحيوان خلق النبات، عشان لما الحيوان يوجد يلاقي حاجة يأكلها. فربنا حضر الأكل للحيوان قبل ما يخلق الحيوان، وحضر الأكل للإنسان قبل ما يخلق الإنسان، ووضب جنة لطيفة وحلوة علشان يعيش فيها الإنسان. ولدرجة إن إحنا بنقول في القداس الإلهي لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك. لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك. من طيبة ربنا ما حبش إنه يقعد لوحده، يوجد كائنات موجودة جنبه. ومن طيبة ربنا لما خلق الإنسان خلقه على شبهه ومثاله، شبهه في كل صفة جميلة، في الوداعة، في الجمال، في الطيبة، في الرحمة، في الحنان، في العقل، في الذكاء، في كل حاجة. ومن طيبة ربنا لما خلق الإنسان خلقه في منتهى الجمال. إن لقيتوا ناس شكلهم وحش في الدنيا اعرفوا إن ما تخلقوش كده. أول ما ربنا خلق كان آدم في منتهى الجمال، وكانت حواء في منتهى الجمال. الخطية ساعات بتترك طابعها على ملامح الإنسان، وساعات الطبيعة اللي بيعيش في حتة سخنة في حتة باردة، عايش مكرمش كده تعبان من الساعة، يعني الطبيعة بتأثر، الجو بيأثر، الأكل بيأثر، الخطية بتأثر. حتى الشيطان حينما خلقه الله خلقه جميلا، وكان رائع الجمال. الشيطان كان رائع الجمال. الناس دلوقتي يخافوا لو طلع لهم شيطان، لكن الشيطان أول ما اتخلق كان في منتهى الجمال. وتغنى سفر أشعياء وسفر حزقيال بجماله. وكان واحدا من مجموعة الكاروبيم، عشان كده في سفر حزقيال يقول له أيها الكاروب المظلم. وزي ما قال ان هو يعني كملاك يبقى ملاك من نور، وخلقه روح ونارا تلتهب. ومن طيبة ربنا أعطى مخلوقاته سلطان، وجعل منهم رئاسات وقواد وأرباب، وجعل للإنسان سلطة على كل الأرض. يقول أخضعت كل شيء تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا،
وخلق آدم وحواء وقال لهم تسلطوا على الأرض، على طيور السماء وعلى سمك البحر وعلى كل دابة تدب على الأرض، وأعطى الإنسان ذكاء وحكمة وعقل وقوة. صدقوني ربنا من طيبته أعطى قوة حتى للذين يسيئون استخدام القوة، وأعطى عقلا حتى للذين يسيئون استخدام العقل، وأعطى جمالا حتى للذين يستخدمون الجمال في الخطية. وأعطى مواهب عديدة حتى للذين يسيئون المواهب. يعني يدي واحد موهبة رسم يقعد يرسم صور عريانة، برضو ربنا ما يشيلش منه موهبة الرسم، يفضل زي ما هو. يدي واحد موهبة في الموسيقى يستغلها في حاجات وحشة، برضو ما يشيلش منه موهبة الموسيقى. يدي واحد ذكاء يستخدمه في المؤامرات، ربنا من طيبته ما يشيلش منه الذكاء. احنا كبشر شداد، ندي واحد حاجة يستغلها استغلال سيء، بس اخر مرة تتمتع بيه. انا قلت انت ايه يعني؟ لكن ربنا من طيبته ما بيعملش كده. مواهبه اللي اعطاها للناس كما هي، حتى المواهب التي اخذها الشيطان بحكم طبيعته الملائكية ما تزال كما هي، ما عدا البر والقداسة التي تخلى هو عنه. من طيبة ربنا الكرم العجيب اللي عند ربنا، إن ليس بكيل يعطى الله، يقول أفتح لكم قوى السماء وأمطر عليكم. كرم ربنا العجيب على الخليقة. طبعا لابد أن تعرفوا إن الله أوجد في الأرض خيرا لكل مخلوق فيه. الناس من سوء استخدامهم للأرض أساءوا توزيع الخير اللي فيه، بل أحيانا ضيعوا الخير اللي فيه. لكن ربنا الطيب أوجد في الأرض ما يكفي كل الساكنين فيه. إله طيب يهتم بالكل، حتى بفراخ الغربان التي تدعوه. ربنا بيعطي مواهبه ليس فقط للإنسان، يعطي صوتا موسيقيا جذابا خلابا عجيبا لعصفور، لبلبل، لطائر. مواهبه مش بس للإنسان، يعطي شكلا جميلا يشتهيه الكل لزنبقة الحقل، مش بس للإنسان. ده لو واحد فيكم يجيب دايرة معارف كده ويشوف أشكال الطيور أو أشكال الزنابق والزهور، يقول إيه ربنا ده مش معقول. يقول له ليس لك شبيه في الآلهة يا رب. ربنا الطيب اللي يعطي من كرمه لكل حد. ربنا من كرمه يعطي كل كائن وسيلة للحياة. ده ربنا لما خلق الإنسان خلقه بأجهزة عجيبة، عجيبة جدا. شوفوا عجيبة جدا، يعني خدوا القلب كجهاز موجود في الإنسان. ده لما واحد بيعملوا له عملية في نقل قلب أو نقل شرايين ويعملوا قلب صناعي يشغلوه يمشي جسمه على بال ما القلب الطبيعي يعملوا فيه العملية، بيجيبوا زي أوضة مليانة أجهزة تحل محل هذا القلب. وربنا بتاع قد كده يحط فيها كل الأجهزة اللي يحطوا بدلها أوضة. عجيب جدا ربنا في الأجهزة اللي اداها للإنسان، اللي العالم ما بيقدرش أبدا يعمل جهاز زيها.
واحد الكلى بتاعته تختل، الله يعلم قديه العمليات اللي تتعمل وتكلف في الناس لمجرد غسيل المعدة يوم واحد، لكن غسيل الكلى، لكن ربنا بيجيبها مغسولة جاهزة. الأجهزة اللي اداها ربنا للإنسان، البصمة اللي يديها للإنسان بحيث إن كل إنسان يختلف عن أخيه في بصمته. إيه المواهب دي؟ ده عجب، ده يقدروا يميزوه، وتقدر تميز واحد بصوته، يكلمك في التليفون تقول أهلا فلان، صوته مميز عن أي صوت آخر. عجيب ربنا في طيبته بالنسبة للبشرية وتمييز البشرية في شكلها في صوتها في مواهبها، وإلا كان العالم ما يعرفوش يفرقوا بعضهم عن بعض. يعني احنا نبص لكم كم ألف واحد موجود نعرف شكل ده غير ده؟ ايه العجب ده اللي ربنا يخلي الأشكال بتتنوع حتى في البيت الواحد ونقدر نفرق كل واحد عن التاني؟ هو طيب مش عايز الناس يتعبوا، ده لو كانوا كل الأخوات يطلعوا تيبيكال كده زي بعض ده أبوهم وأمهم يحتاروا، يلبسوهم قمصان مختلفة جلاليب مختلفة، لو استحموا تبقى مشكلة. الله من الطيبة بتاعته أوجد سلاما بين الطبائع، خلى آدم في سلام بينه وبين الوحوش والحيوانات، وخلى نوح في سلام بينه وبين الوحوش والحيوانات، وخلى الإنسان قادر أن يستأنس الوحوش. تلاقي واحد بيلعب مع أسد، واحد مع يعني بيقدر يستأنس الوحوش، ويعطي نوع من الصداقات بين الطبائع المختلفة. تلاقي كلب متوحش مفترس يخافوا منه الناس، وصاحبه يندهله يجي يطبطب عليه تحت منه كأنه حمامة وديعة. ايه دي؟ ده سلام طبائع. ربنا الطيب اعطى طبائع جميلة حتى للحيوانات المحتقرة من الاخرين. كل حيوان له طبع لطيف. الحيوان اللي يتميز بالذكاء زي الثعلب، الحيوان اللي يتميز بالوفاء زي الكلب، الحيوان اللي يتميز بالقوة زي الاسد، كل الحيوان اللي يتميز بالتقليد والمحاكاة زي القرد أو النسناس، الحيوان اللي يتميز بكذا كذا، كل واحد له موهبة. ما خلقش حيوان من غير موهبة، فكم بالأولى الإنسان. ده قمة المواهب بالنسبة للمخلوقات المادية. ولما ربنا خلق الإنسان خلقه نقيا صافيا بريئا لا يعرف شرا. الإنسان هو اللي لخبط روحه، ولما الإنسان لخبط روحه ربنا أوجد له التوبة وأوجد له الخلاص، ولم يتركه ضالا ولا ضائعا، وأرسل له الأنبياء وأرسل له الرسل وأرسل له الوحي وأرسل له الكتب المقدسة. إيه الطيبة دي؟ طيبة بتشمل الخاطئين مش بس الصالحين. يمطر بشمس، يمطر على الأشرار والصالحين، ويشرق بشمسه على الأبرار والأشرار، ما بيسيبش حد، يشبع كل حي من رضاه. إيه الطيبة بتاعت ربنا؟ ده حتى الملحدين في العالم ربنا بيبعت لهم رزقهم وبيبعت لهم أكلهم وشربهم، ويخلي الطبيعة في خدمته ولا يمنع المواهب عنهم. ولذلك أحيانا تلاقوا ملحدين في قمة العلم. ليه؟ لأن ربنا طيب. مش قال الشخص ده ضدي وبينكر وجودي، طب أنا هربيه ولا ربه ولا حاجة، ساب على حريته يجيله برغبته، لكن بالكرباج لا. ربنا طيب. طب ما الخطاه كل يوم بيكسروا وصاياه، عمل لهم ايه؟ ولا حاجه، سايبهم.
ايه الحرية اللي ربنا مديها للناس دي؟ يدي حرية لأشخاص يشتموا ربنا وينكروا وجوده ويكسروا وصاياه، ولا يمنع عنهم موهبة الحرية لأن ربنا طيب. ده لو أب أو أم في بيت ابن منه من أبنائه غلط، تلاقي الأبواب اتسمرت وتسنكرت، والدخول بتصريح والخروج بتصريح، والساعة تتظبط ورحت فين وجيت منين مفيش. قول له حرية بعد كده مستحيل. أنا مش معناها أقول لكم تدي حرية لأولادكم يغلطوا، لكن قصدي أقول ربنا من طيبته بيدي حرية للكل. ربنا أيضا طيب في المغفرة بتاعته. البشر يمكن جايز يغفروا مرة، يغفروا اتنين، لكن يغفروا على طول صعبة. وإن حتى غلط واحد فيه 77 وأراد يغفره يقول له طب خلاص اتفضل روح الله يسامحك، يقولها من غير نفس ومن تحت درسه ومن غير قلب. لكن ربنا ايه المغفرة بتاعته دي؟ ده ربنا يقول جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. ساعات بصيت في الآية دي وقعدت افصص فيها لقيت عجب، مش جاء يطلب ويخلص ما قد ضل وما قد تاه وما قد سقط، جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. طب واللي هلك ده يا رب فيه رجاء؟ إلهنا الطيب يجد فيه رجاء. يقول لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، اعتبروا الخطاه دول مرضى. زكى رئيس العشارين، ربنا من طيبته يقول له أنا هخش الليل بيتك، تخش بيته؟ ده اليهود كانوا متضايقين جدا، يقول له ازاي يخش في بيته واحد خاطئ؟ ده انا اخش في بيته واتعشى معاه واخلصه ويبقى من القديسين. انت يا رب طيب صحيح، وما تعرفش زكى ده انا اعرفه قوي، هيبقى كويس وعالي العال. ربنا ده عجيب قوي. شوفوا المرأة الخاطئة اللي ضبطت في ذات الفعل، وقعت في ايد اليهود كانوا هيرجموها، وقعت في ايد المسيح قال لها وانا ايضا لا ادينك، اذهبي بسلام ولا تعود تخطئي مره اخرى. ايه الحكايه دي يا رب؟ اله طيب. المراه الخاطئه اللي بللت قدميه بدموعها، سمعان الفريسي ابتدى حتى يشك في المسيح بسببها، يقول لو كان هذا الانسان نبيا لعلم من هذه المراه وما حالها، انها لخاطئه. طب ما عارف انها خطا، طب ازاي يسمح لها انها تمس رجليه وهي خاطئه؟ قلوب الناس هي اللي عنيفه، لكن المسيح قال للمراه ايمانك خلصك اذهبي بسلام. ما من طيبه ربنا ما يحبش يؤذي حد، ما يحبش يجرح شعور حد. صحيح داوود لما بيقول له يا رب من يشبهك؟ من مثلك؟ ما فيش حد ابدا. يقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. يقول لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. طب وإحنا اللي بالدين ليل ونهار وليس لنا سلطان، وهو له كل السلطان، ويقول لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. حتى التلاميذ القديسين، مدينة من السامرة تقع في ايديهم، رفضت المسيح، يقولوا له أتشاء يا رب تنزل نار من السماء وتحرق المدينة؟ يقول لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما، خليكوا طيبين، بلاش الأسلوب الصعب ده. وإحنا لما نحرقها هنستفيد إيه؟ وإحنا ننتقم لأنفسنا؟ نديها فرصة توب، اتركها هذه السنة أيضا. ده إيه الطيبة دي اللي يقول اتركها هذه السنة أيضا؟ ومن أجل مغفرته للناس يتجسد ويأخذ شكل العبد ويعيش في الهيئة كإنسان، ويحتمل الإهانات ويحتمل الصلب والضرب والموت. إيه كل ده يا رب؟ عشان أغفر لهذه البشرية الخاطئة. ده أنت يا رب طيب صحيح.
ده انت بدل ما البشريه الخاطئه دي تربيها وتأدبها وتعاقبها، يقول لا انا مش جاي عاقب، انا مش جاي عاقب، انا جاي اخلص، جاي اخلص. ومن اجل انه يخلص هو يحمل خطايانا، مش يعاقبنا على خطايانا، لا يحمل خطايانا ويموت عنها. ده ايه العظمه دي؟ ده ايه القلب العجيب ده؟ مفيش زيه بصحيح. ومن اجل المغفره يرسل المرشدين والاباء الروحيين والوعاظ والرعاه والكهنه والخدام والمدرسين. ايه كل ده يا رب عشان مين؟ عشان الخطاه العجيبه دي. يعني من طيبه ربنا لا يغضب من الخطاه بقدر ما يشفق عليهم ويحن عليهم ويجتذبهم اليه. شاول الطرسوسي كان يهز سلام الكنيسه كلها ويقود رجالا ونساء الى السجن. ايه معامله المسيح ليه؟ اظهر له في السجن واصلحه وادعوه للايمان. طب ده كتير قوي دي يا رب. لا مش بس كتير، ده انا اخليه رسول كمان ويخلص امم واديه مواهب ويتكلم بالسنه اكثر من جميعهم. دي الطيبه دي. ده ممكن انسان يقول كل اللي عمله لهذا الشخص ان يعني هنسيب له القديم، لكن يخش في الجديد ويكون له قياده في الكنيسه، ده مش ممكن ابدا، ده انتهى. لا، ربنا مش كده، ربنا طيب. حتى الناس اللي بيقفلوا بابهم في وجهه يقول انا واقف على الباب واقرع، من يفتح لي ادخل واتعشى معه. طب واللي ما يفتح لكش؟ اظل واقف على الباب لغاية لما رأسي يمتلئ من الطل وقصصي من ندى الليل وما يأس منه. اهو ده ربنا الطيب. ربنا الطيب العجيب في طيبته، الحنين العجيب في حنوه. ومن طيبته باستمرار يعطي، عطاء ربنا لا حدود له، عطاء ربنا لا حدود له. يعطي في الماديات وفي الروحيات، ويعطي في المواهب، ويعطي على الأرض وفي السماء. يعطينا أن نكون هياكل لروحه القدوس. طب إيه ده يا ربنا؟ دي كتير علينا خالص. ويعطينا أن نكون معه ويكون معنا، يقول ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. طب وبعد الدهر ده؟ وبعد الدهر ده أخذكم معايا في السماء، وحيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. وإيه تاني؟ ويبقى الرب في وسط شعبه. ومش بس كده كمان، ده أنا أخلي طبيعتكم ممجدة فتقومون على شبه جسد مجده، وتقوموا بأجساد نورانية وروحانية وبعيدة عن الفساد وعن التعب. ده كتير الكلام ده خالص. لا مش كتير، ده كمان تبصروا ما لم تره عين ولم تسمع به الأذن ولم يخطر على قلب إنسان ما أعده الله للذين يحبوه. بقول لكم ربنا عجيب في عطائه، عجيب في عطائه. يعطي بلا حدود، بلا حدود. يقول أنا معاك حيثما اجتمع اثنين وثلاثة أكون في وسطه باسمي. مش بس أكون معاكم يعني وسطيكم، ده أنا أكون جواكم داخلكم، أعيش فيكم من جوه.
ومن أجل طيبته لم يشأ أن يدعونا عبيدا له، قال لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء بل أصدقاء بل أخوة. أخوة يقول صار بكرا وسط أخوة كثيرين، ولم يستحي أنه يدعونا أخوته. وقال لمريم المجدلية اذهبي وقولي لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل هناك يرونني. أنت يا رب طيب طيب بشكل عجيب. لو إحنا بشر روح قولي للولد ده اللي هناك كذا ولد، وياريت يبقى ولد حتى عدل. لكن اذهبي وقولي لإخوتي. وجعل من البشر من إخوته وكلاء له على الأرض، والوكلاء للمسيح. وقال يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ ده من طيبة ربنا، يحب يعمل معجزة إنقاذ. قوم يخلي ماري جرجس يعملها، يخلي الملاك مخيل يعملها، يخلي مريمين، يخلي أنبابشو، يخلي أي حد. عشان ايه يا رب؟ اهو يتمجدوا برضو والناس يحبوه. طب ما انت اللي بتعمل كل حاجة، زي بعضه اعمل كل حاجة وتنسب اليكم، ما فيهاش حاجة. ادي طيبة ربنا، طيبة ربنا انه يعطينا الناموس ويقول ده ناموس موسى، ده موسى مجرد شاله من عندك وانت اللي مليه، نسميه ناموس موسى. يعني خسرنا حاجة؟ ده طيب ربنا بصحيح. يقول موسى سمح لكم بالطلاق من اجل قساوة قلوبكم. ده انت يا رب اللي سمحت، زي بعضه. اما يكون موسى اللي سمح ده ما خسرناش حاجة، ده ابني وحبيبي وامين على كل ما في بيتي. ده عجيب ربنا صحيح في طيبته دي. ده احنا لو واحد عمل كتاب يكتب حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، ما بنقولش حاجة. وربنا يسميها ناموس موسى ونسميها حكمة سليمان، ويسمي الأسفار المقدسة بأسماء ولاده، سفر اسمه سفر صمويل، وسفر اسمه إستير، وسفر رعوس، والأسفار بتاعت الأنبياء الصغار وبتاع أشعياء ونحمية وعزرة ودانيال، كله يسميه بأسماء ولاده. ده حتى الكنائس دلوقتي يسميها بأسماء ولاده برضه. طب دي كنيسة ربنا، ما زعلش منكم سميتوها كنيسة العذراء أو كنيسة ماري جرجس أو كنيسة قديسة دميانة، ما دي بالنسبة لي ما تفرقش، يعني ما تزعلوش. ورعاة الكنائس يسميهم ملائكة، يقول اكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا وملاك كنيسة أفسس. ويسمي نفسه أب وراعي. ويقول لنا لما تصلوا بلاش تصلوا وتقولوا يا خالقنا العالي، يقولوا يا أبانا الذي في السماوات، وتوصل كله ماشي. ربنا طيب، طيب بشكل لا يمكن إنسان أن يتصوره. كل ما فيه طيبة، حتى الأشرار يعني ما بعودوش عن الطيبة بتاعته. حتى الخطاة، حتى الأمم يهتم بكل واحد، يعطي روح نبوة لبلعام اللي هيهلك ويتنبأ بالعام عنه، يكلم الخطاة، يكلم قايين، يكلم آدم بعد خطيته، يكلم حواء، يكلم خطاة كثيرين.
يرسل بزاره حتى للأرض الصخرية اللي مش ممكن هتقدر تستقبل، يقول برضو تاخد فرصتها. والأرض اللي فيها شوك يرسل برضو بزاره ويقول تاخد فرصتها. مبدأ تكافؤ الفرص ده عند ربنا بيمشيه على الكل، الكل ياخده. حتى واحد زي يهوذا الخائن طيبة ربنا ما عندوش مانع يخلي يهوذا رسول، مع انه عارف بالمستقبل وعارف انه هيبقى ايه يهوذا، ما فيش مانع يبقى رسول ويبقى واحد من الاثني عشر، وما فيش مانع يبقى واخد وظيفة كمان وسط الرسل ويبقى امين الصندوق. ويكلفونه بالعناية بالفقراء، وعارف انه بيسرق اللي في الصندوق ولم يجرحه في هذا اطلاقا. ايه الحكاية يا رب؟ واحنا يعني نحن على الابرار بس ونحن على الاشرار، ولما ياكل يخلي يهوذا جنبه يغمس في الطبق بتاعه. ده لو واحد فينا وعارف ان ده خاين وبيسلمه وقبض الفلوس يخليه يحط ايده في الطبق بتاعه في نفس الصحفة، ده يبص له يبسط يبسه. لكن المسيح ما يبسوش، سابه وخلاه يغمس حتى في الصحفة، وسمح له ان يقبله، وقال له اللي عايز تعمله اعمله، يعني احنا ما نزعلش خالص. عايز تسلمني اتفضل، وهنتظرك في المكان اللي هتيجي فيه، ومش هخلي بيك، يعني انت عارف المكان، مش هروح في مكان تاني، لا برضه استقبلك فيه. وما تزعلش يهوذا ولا يقولوا عليك مش عارف السكه ولا عارف اسراره، اعرف كل حاجه نوصل. وربنا من الطيبه بتاعته قال عنه داوود النبي: لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، مثل ارتفاع السماء فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصيه. ده ربنا الطيب. ربنا الطيب يعطي فرصة حتى للشيطان. يجي الشيطان يقول له أنا عايز أجرب أيوب، كان يقدر يقول له امشي وكفاية شر وما تزودهاش عن كده، يعني يقول له ما فيش مانع اتفضل، بس يعني مد ايدك لأملاكه ومالكش دعوة بيه، ويدي له فرصة. وبعدين يجي نوبة تاني، الشيطان متشيطن عايز علاوة، يعني مزيد من السلطة، يقول له طب ما فيش مانع خد سلطة تضرب جسده، بس مالكش دعوة بعقله وروحه. ايه يا رب العجب ده؟ حتى الشيطان بتدي له فرصة بدل ما تنتهره، يقول لا ده انا خليه يجربنا انا كمان، ما فيش مانع، مش بس يجرب ايوب، ويسمح للشيطان ان يجربه. ايه يا رب اللي بيحصل ده؟ ياخد فرصته، ياخد فرصته. احنا عندنا مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، ياخد فرصته. عايزين طيبة اكتر من كده؟ ولما الشياطين قالوا له تأذن لنا ان ندخل في الخنازير، قال لهم حاضر أأذن لكم اتفضلوا خش. انا ما اشوفش طيبة زي ده ابدا ابدا. حتى الشيطان يقول لك يجي يقف وسط الملائكة وسط اولاد الله ويكلم ربنا، بعد كل اللي عمله يجي يكلم ربنا، يتكلم وربنا يرد عليه ويرد عليه، ويقول له عايز فرصة ويديله الفرصة. صحيح يا رب انت طيب بصحيح. ده على رأي واحد من القديسين، العمل النعمة مش بس بيسند القديسين، ده لولا ان النعمة بتسند الشيطان كان الشيطان هلك وفني من زمان، لسه ربنا سنده. ما كان يقدر، كان يقدر من أول خطية للشيطان ومن أول تمرد على ملكوته يقول له بس على البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. لا ده لسه
لسه تارك له بقية الرغبة من شرور. بس لما الأذى وقع قوي في عمل النعمة راح مقيده، بيقول لي قيده 1000 سنة. العجيب في ربنا الطيب، قال يقول وبعد 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه ويديله فرصة يضل الأمم. يضل الأمم يا رب، الطيبة بتاعتك دي هتودينا على فين؟ مش بالشكل ده. يقول معلش من أجل المختارين أنا هأقصر تلك الأيام، لكن الشيطان عايز فرصة أخيرة ياخد فرصة لكي لا يحتج ويقول لو كنت اديتني فرصة كنت عملت وعملت. طب خد فرصة ورينا شطرت. طبعا إلى جوار الفرصة اللي بيديها للشيطان بيدي عمل نعمة مضاعف لأولاده. يقول حيثما كثرت الخطية تزداد النعمة جدا. يقول له أنا أديك فرصة وأدي أولادي حصانة، ما هو لازم الفرصة تكون متكافئة، الشيطان ياخد والأبرار ياخدوا. آدي ربنا الطيب الذي يعمل في الكل ولا يمنع أحد من مساعدته، من معونته، من رضاه. ربنا اللي هو من طيبته تلاقيه إله المنبوذين وإله الضعفاء وإله المساكين. طيب طيب، واحد يغلط فيه مجرد يدمع له دمعتين يقول له لا خلاص لا، بس يعني الدمعتين دول صلحوا الموضوع؟ لا، حولي عينيك عني فإنهما قد غلبتان. غلبت مين؟ غلبت الإله الطيب. ده في واحد يدمع قصاد التاني يسيبه لما يصفيها على الآخر وما يتحركش. من طيبته أنه بيحتمل الناس، من طيبته أنه إيه؟ بيحتمل الناس، يحتمل حتى إهانات الناس وحتى متعبهم. ده حتى عبد رئيس الكهنة يا ريت يحتملهم، بس يحتملهم ويساعدهم. أول ما بطرس ضرب له ودانه قال له لا يا حبيبي ما تخافش أصلح حالك، وبس يا بطرس اوعى تعملها تاني. بتحن على مين يا رب؟ على الواد الوحش ده. ده مش معقول ربنا ده في الطيبة بتاعته. حتى وهم بيصلبوه وبيتأمروا عليه ورؤساء الكهنة هم اللي مدبرين اللعبة كلها، وبرضه يصلح ودان الرجل، الودان اللي ما بتسمعش الكلام لكن زي بعض. إله عجيب جدا في الطيبة بتاعته، إله عجيب جدا في الطيبة بتاعته. ولذلك من الطيبة بتاعته إنه وهو على الصليب يقول يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. تطلب من أجل صالبيك؟ أطلب من أجل صالبي، هم ولادي برضو، حتى لو صلبوني ولادي. قلب ربنا قلب كبير كبير في الطيبة بتاعته. يقول لك لا يحقد إلى الأبد ولا يخاصم إلى الدهر، وحاجات كتيرة ما يحاسبش عليه. ولذلك داود يقول له إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة، يعني مش عندك المحاسبة، من عندك المغفرة. ده مؤلف عليه داود ده وعارف الحكاية. يقول له لا تدخل في المحاكمة مع عبدك فإنه لا يتزكى قدامك أي حي. وبعدين يجي ربنا الطيب داود يغلط على الآخر، وبعد ما يغلط على الآخر وياخد حتى عقوبته يجي يقول من أجل داود عبدي. من أجل إيه؟ داود عبدي. ويدي سليمان وعود من أجل داود أبيه. أنت يا رب نسيت اللي عمله داود؟ يقول انتوا عايزين نفتكر؟ خليكوا طيبين من تلخين. ذاكرة ربنا التي تعي كل شيء. يقول خطاياكم لما تتوبوا يعني انساها ولا اعود اذكرها.
تنساها ذاكرة الله. ده الكلام ده لاهوتيا يتفهم ازاي؟ انساها ليكم، يعني مش انساها بالمعنى المطلق، يعني انساها لكم، يعني في معاملتي معاكم ما افتكر لكوش خطاياكم. ده يقول امحوها، تمحوها، وداود يقول له امحوا اثمي. وتمحوها ازاي؟ ما يبانش ليها اثر؟ يقول لا، دي تبيض اكثر من السلج. الواحد قصاد الطيبه دي يقف كده بقى مش عارف يتصرف، ينساها ولا يعود يذكرها ويمحوها وتبيض اكثر من السلج. بس انت تتوب وكله يروح، والماضي الماضي خلاص، ان كانت كالقرمز تبقى زي الصوف النقي. ما فيش طيبة زي طيبة ربنا. هو بس المشكلة ان احنا لا نقابل طيبة ربنا بطيبة من عندنا، لا نقابل طيبة ربنا بطيبة من عندنا. ربنا طيب معانا خالص واحنا مش طيبين معاه، وبرضه هو عارف كده، وعارف ان الجميع زاغوا وفسدوا اعوزهم مجد الله، وبرضه يقول دول اولادي وغنم رعيتي وانا احافظ عليهم وارعاهم واكتب اسمائهم وفي بيت ابي منازل كثيره. احنا يا رب بنشكرك على طيبتك دي، وخليك طيب على طول، وخطايا الناس يعني ما تغيرش طيبتك. يقول لنا الرسول لا ما تخافوش، حتى ان كنا نحن غير امناء هو لا يترك امانته. مبارك الرب في كل طيبته، امين.